يا أخي هذا الجيل والجيل اللي قبله أكبر مقلب أخذوه بالحق التنمية البشرية، حقين التنمية البشرية والكوتش وهذه زي مثلا في لو سألت أي واحد عن كتاب مثلا قوة العقل الباطن يقول لك كتاب عظيم ومدري إيش، وكله كلام فاضي كله خروطي. في برضو كتاب العادات السبع يقول لك ستيفن كوفي كاتب رهيب والله إنه يبيع الوهم. ولما شاف العادات السبع، كتاب العادات السبع الأكثر فعالية، شافوا ناجح ويعني عليه إقبال، طبعا تيجي تقرأ فيه والله إنه كله وهم. فلما شاف الكتاب ناجح لا قال لهم في عادة ثامرة أنا نسيت أكتبها، ألف كتاب كامل عن العادة الثامرة والناس شروه، وأنا من ضمنهم، أنا شريته، كنت أهبل شريته. فالمشكلة هذيلة حقين التنمية البشرية يبيعوا الوهم درجة كبيرة ما تصوروها. المشكلة كنت لما أقرأ كتبهم أحس إيش، أحس نفسي إنسان ثاني كذا على الفاضي وأقدر يعني قادر إني أسوي أي شيء، عندي طاقة إيجابية رهيبة، ولما يجي فعليا ما عنده ولا شيء ولا أي سالفة. فإن شاء الله راح يكون في فيديو مطول عن هذه الكتب وهذه العينات من الكتب اللي يبيعوا الناس الوهم، وخصوصا إنهم دخلوا من مجال ديني. يعني في واحد من المدربين مشهور على مستوى الوطن العربي يقول ايش، قام يخبط في الاركان الخمسة للاسلام. الاركان الخمسة للاسلام يقول لك مين هي العبادة. والله يا بيكون عليه فيديو رهيب، صبركم عليه بس.